في قصيدة جميلة قوي قوي، أنا عن نفسي بحبها قوي. بتقول، نقولها ننشدها ولا نقولها بكده؟ اتفضل. طيب، بتكلم صاحب الهم، تقول: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله الله، يا ريت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان